طيب خلينا نروح لخبر في الاسكواش، يمكن خبر ازعجنا كلنا، ولكن هو يعني خاص بمصطفى عسل. مصطفى عسل نجمنا والنجم العالمي في الاسكواش واحد ابناء النادي الاهلي، تعرض للايقاف من رابطه المحترفين البي اس اي لمده شهرين. طبعا يمكن طبعا مصطفى كان شارك منذ ايام في بطوله هيوستن المفتوحه، ومصطفى كان وقدم اعتذار ايضا لصوره طبعا بطلنا النجم مصطفى عسل، قدم اعتذار للرابطه وعد المسؤولين ان اي امر يعني هم معترضين عليه ده مش هيتكرر تاني. وعشان نعرف اكتر عن قصه الايقاف دي معانا ومعاكم اللواء محمود عسل والد مصطفى، يكلمنا عن الفتره الجايه لمصطفى وايه هي البطولات اللي ممكن يغيب عنها، وهل الامر ده ممكن ياثر عليه في التصنيف العالمي ولا لا. اهلا بك يا محمود بيه. اهلا وسهلا بيه، زي حضرتك يا فندم. وحشنا جدا ومصطفى وحشنا كتير يا فندم، ربنا يديك الصحه كتر خيرك يا بيه. سلامنا لكل الجماهير العظيمه دي، ربنا يديك الصحه. منورنا اهو، عايزين نطمن على مصطفى، الاخبار ايه والدنيا ايه، وهل الايقاف ده يعطلنا كتير ولا لا يا كابتن؟ لا ان شاء الله ما فيش تعطيل ولا حاجه، واحنا وصلنا زي اجريمنت يعني او اتفاق بيننا ومع رابطه البي اس اي المحترفين، ان احنا يعني احنا مش زي الكوره حضرتك، مش كل اسبوع بيبقى فيه ماتش او ماتشين، هو يعني احنا في الشهرين دول هي بطوله واحده اللي مصطفى هيفتقدها اللي هي بطوله ويندي سيتي اللي في شيكاغو. ممتاز. في امريكا. ف يعني احنا زي ما بنقول لسه مصطفى 20 سنه، حضرتك عارف ان مصطفى دلوقتي نمره 5، ان شاء الله خبر حلو برده في فبراير او 1 فبراير ان شاء الله هيبقى نمره 4. ما شاء الله ما شاء الله. وهو كان لو ماتش علي فرج الاخير اللي في يوستن في امريكا كان كسبه كان هيبقى نمره 3. وبس نصيب كويس يعني، هو علي فرج الحمد لله انه احتفظ بنمره 1 برضه، حاجه كويسه للمصريين، لان علي كان هيرجع نمره 2. بنبارك له طبعا، واكيد يهمنا اي بطل مصري طبعا طبعا. طبعا طبعا، فالحمد لله على كل شيء. احنا مصطفى برضه وحضرتك عارف ان يعني اعتقد الاجيال اللي فوق دي كلها هي مش اجياله خالص، احنا يعني لا نمط بصله على سبيل الاجيال، احنا بينا وبينهم من 10 ل 15 سنه. فالحته دي شويه يعني احنا عايزين نعديها ونتجاوزها، لان احنا يعني باذن الله قدامنا كتير قوي، وقدامنا ان شاء الله 10 سنين، فيعني ان شاء الله نمره 1 دي على عين يعني قدام عينينا كلنا وقدام النادي الاهلي ان شاء الله، انه يتربع على عرش اللعبه قريب ان شاء الله. ان شاء الله. والجميل كمان ان مصطفى قدم اعتذار، يعني خلي بالك برضو الناس دي او الهيئات الروابط الكبيره خاصه الرابطه زي محترفين الاسكواش، لما بيحسوا ان اللاعب يمتثل للعقوبه وان هو يعني بيبقى فيه زي اجريمنت حضرتك قلت كده، بيبقى الموضوع ده بيهدي من وطئ اي امور اخرى. بالظبط بالظبط، هو حضرتك يعني الاتفاق ان احنا حتى ما نتكلمش، وكل الاحترام لاي حد موجود في المنظومه وكل اللعيبه اللي موجوده، وان شاء الله جو هيد اللي قدام، وهو الراجل اعتذر وخلاص، حاجات بسيطه كلها ان شاء الله يعني نتجاوزها ونعديها، وما ترتقيش ان هي تعطل مسيرته تماما يعني. اكيد واكيد احنا طبعا نفسنا ان مصطفى يبقى يعني تركيزه ان شاء الله في الملعب، ما يبقاش في اي امر اخر، واكيد مصطفى لان كل ده هيساعده، مصطفى لسه صغير ما شاء الله يعني عنده زي ما حضرتك قلت العمر كبير، يا رب يحميه من الاصابات، يعني لسه قدامه كتير، فطبعا ده اكيد الحاجات دي مستفاده، هو بيستفاد من الحاجات دي اكيد. ان شاء الله يا فندم. طبعا طبعا، هو قلت لحضرتك بس هو في فرق في يعني الاجيال متباعده شويه، يعني العضله غير العضله، القوه الذهنيه الريكورد الذهنيه، الحمد لله احنا وصلنا لاعلى سكواش دلوقتي في العالم، وصلنا لاعلى فتنس في العالم، اللي احنا بنشتغل عليه حضرتك الفتره الجايه بقى باذن الله، اللي هو المنتال تافنس اللي بيقولوا عليه، اللي هو القوه الذهنيه لمصطفى ان هو يقدر يجاري الضغوط العصبيه اللي بتقابله جوه الملعب وبره الملعب، ومن ويعني لازم نبتدي نرتقي بالحته دي شويه وننميها عشان نقدر ان شاء الله. الحته نمره 1 دي مش سهله يعني، عارف انها تبقى عليها ضغوط جامده جدا انك توصل لها. صحيح. ضغوط جامده ان انت توصل لها، وضغوط اكتر عشان تحافظ عليها. جدا جدا، خاصه حضرتك برضو ان حضرتك عارف ان في اجيال بتسلم اجيال، الحته الصغيره الحته القداميه دي اكيد بيبقى فيها شويه كده يعني طبعًا كلام كده، باذن الله ربنا ييسر الحال ان شاء الله ويشرف النادي الاهلي ويبقى يبقى نمره 1، لان هو ده الطموح دايما اللي احنا بنوصل يعني عايزين نوصله ان شاء الله. ان شاء الله. محمود بيه، محمود اللواء محمود عسل والد مصطفى عسل، بشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى لمصطفى كل التوفيق وانه يتربع على قمه عرش او يتربع على عرش الاسكواش العالمي لانه يستحق ذلك، وان شاء الله تبقى زي ما بيقولوا يعني مطب ويعدي كده ان شاء الله الايقاف الشهرين ده باذن الله، ويكون الامور اللي جايه افضل لمصطفى باذن الله.